احنا زي ما احنا متفقين دايما ان برنامج عائله الاهلي بيشمل كل افراد الاسره في النادي الاهلي، فبيتصادف النهارده في فرع مدينه نصر ان موجود عندنا في حمله بدات النهارده في فرع مدينه نصر عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي لعضوات النادي الاهلي. ربنا يكتب لكل الاعضاء والاعضاءات يعني السلامه يا رب. وعاملين فند ايه هيستمر ان شاء الله خميس وجمعه، وان شاء الله نتيجه الاقبال اللي احنا شايفينه ورانا هيستمر اليوم السبت، وهينتقل بعد كده لفرع النادي بالجزيره المقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد. والله لو انت بصيت ورايا هتشوف هي دي عائله النادي الاهلي، يعني ده انا مبسوط جدا 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 وسعيد، لان الاب والام لما بيشوفوا اولادهم في هذه السعاده ويقضي يوم في بيته النادي الاهلي ده بيزود الانتماء للنادي الاهلي. فاحنا كلمة عائلة الأهلي ده مش مجرد لفظ بيتقال، احنا عيلة بنحافظ على بعضينا. لما الأولاد بتلعب مع بعضيها وبيكبروا مع بعض في المراحل السنية بيبقى في ألفة بينهم وعارفين يعني ايه قيمة النادي الأهلي. بدأنا ناخد خطة تنموية للطفل، احنا السنة اللي فاتت عملنا ورش فنية للصلصال وحاجات، بدأنا نعمل حركة حملة توعوية، عملنا حملة التنمر اللي احنا كانت مع اليونيسف واليونسكو ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، وكانت حملة كويسة جدا، وزعنا فيها بروشورات عن التنمر وعملنا فيها ندوات وعملنا ورش عمل الاطفال بالرسم. كمان عندنا حركه ترفيهيه اللي هي الفندي والحاجات اللي احنا بنعملها. الحقيقه يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلم جميع الجوانب للطفل سواء تنمويه او توعويه او ترفيهيه. يوم جميل بصراحة والأطفال مستمتعين بيه يعني، ونبنشكر لجنة الطفل في النادي على اليوم الجميل ده. لا اليوم جميل فعلا، وفعلا شكرا لإدارة النادي الأهلي وكل المسؤولين عن اليوم الجميل ده. لعبت كلها مع عادي اللعبة اللي هناك دي. أنا بحب النادي الأهلي. الزحلية اللي هي هناك لعبتوا كتير في الزحلية، أنتوا مين؟ ومرات صاحبتي. ملك صاحبتي. اللي جاي النادي من الساعة كام يا مريم؟ الصبح. هتروحي دلوقتي ولا لسه قاعدة؟ السعادة. في ألعاب تانية هتلعبيها؟ هلعب لسه كتير. يوم جميل جدا وفي فرايتس كتير والعاب كتير والولاد اتبسطوا، يعني الفيس تعتبر رمزيه وفي كذا اوبشن، يعني في العاب كتير قوي والشو الاغاني والحاجات دي كلها جميله بصراحه. هو في العاب احنا كنا عايزين نلعبها بس هي اكبر من سننا، قصدي اصغر من سننا، بس كان لعبنا كل الالعاب. هو الحمد لله هو كان يوم جميل وانبسطنا قوي في المكان الحمد لله، وعجباني قوي الحركات اللي موجوده زي التور والحاجات دي، بس كان في مشكله واحده، الموضوع بتاع ال ايوه اللعبه اللي هي مش سننا، كانت حلوه قوي واحلى من السنه اللي فاتت كمان. حضرتك بتاع السنه اللي فاتت؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ مش عارفه، بس حسن ده احلى من السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان صغير شويه. العاب ايه رايك في الالعاب الموجوده؟ حلوه وكتير يعني. لعبت كل الالعاب ولا لسه؟ جربتها كلها. حلوين جدا. لعبت كل الالعاب؟ مش كلها بس لعبت كذا لعبه، بس حلوين قوي. الالعاب كلها حلوه قوي وممتعه، وهي حصلت قبل كده ودي مش اول مره، ودي كانت العاب حلوه قوي. في شويه العاب لسه ما لعبتهاش، في نص ونص. اكتر الالعاب اللي انت حبيتيها بقى؟ اللي ورا. الالعاب اللي ورا دي كلها شفت الشو الافريقي ولا ما شفتوش؟ لا ما حبيتش اتفرج، لعبت الاغلب اللي كان هناك اللي كان ورا. خلصت كل الالعاب يا جدي؟ لا فاضل كام لعبه؟ شويه. طيب قولي بقى انت جاي النادي انتوا مين يا جودي؟ انا وقرايبي برضه. مبسوطين النهارده في النادي؟ لا مش كلها. انت ايه رايك في الالعاب بقى؟ لا صراحه حلوه. مبسوط النهارده في النادي؟ مبسوطه قوي. اكتر الالعاب اللي انت لعبتيها ايه؟ اكتر العاب انت لعبتيها ولا لسه ما خلصتيش الالعاب كلها؟ اغلبيتها. اللعب حلو قوي. خلصتي كل الالعاب ولا في العاب لسه؟ لا كلهم وكذا مره. قولي بقى انت جيت النادي انتوا مين؟ انا ومالك وبابا وماما اخويا. قولي بقى عرفت اصحاب جداد النهارده في النادي؟ كذا صاحب ولعبنا معاهم كذا لعبه. اروح بقى لمالك. يا مالك قولي بقى يا مالك رايك ايه في الالعاب النهارده يا مالك؟ حلوه جدا وانا انبسطت قوي. اكتر العاب انت حبيتها يا مالك؟ يعني كله حبيتهم، يعني مفيش حاجه ما حبيتهاش.